شاء الله اليوم نكمل في سيكشن 1-3 اللي هي الالكترونات المتركين تريجونومتريك فانكشنز. خلصنا سيكشن 1-2 اليوم ان شاء الله في سيكشن 1-3. الكلام اللي عندنا مش كلام جديد عليكم، معظمه مر عليكم في سنوات سابقه. بداية نبدأ بحاجة اسمها اللي هي العلاقة ما بين القياس الدائري والقياس السكيني. عارفين اسمه القياس الدائري؟ اللي هو عادة مع قياس الزاوية المركزية في دائرة وبربط نصف القطر طول القوس اللي بتحصر الزاوية. مش هنخش في هذا القياس كثير، احنا مباشرة ممكن نبدأ في العلاقة ما بين القياس الدائري والسكيني. العلاقه ما بين القياس الدائري والقياس السكيني، نتذكر احنا مر علينا في الثانويه يمكن في العاشر انه قياس الزاويه بالسكيني على 180 يساوي قياس الزاويه ها للدائري على الواي. تتذكر علاقه زي هذه؟ انا بتذكر، انا بتذكر. درسناها للطلاب هذه زمان. الان هذه العلاقه بالانجليزي بنقول بيتا مرمز للزاويه. ثيتا بالستين على 180 بتساوي ثيتا بالراديان، يعني كلمة راديان هي يعني دائري، راديان على باي، باي برضه بالراديان من غير تمام؟ هذه هي العلاقة ما بين القياس الدائري والقياس الستيني، وبنستخدمها للتحويل من قياس دائري إلى قياس ستيني، يعني من هذه العلاقة. لو أعطاني الزاوية بالقياس الستين وقال لي بدي الدائري، أنا مباشرة بقدر أضرب ضرب تبادلي، بعطيني ثيتا بالدائري في 180 بتساوي ثيتا بالستين ضرب باي. زي ما احنا شايفين مضروب دائري في 60 أو 60 في دائري، ما بضربش دائري في دائري أو 60 في 60، كيف يعني؟ يعني الآن أنا من هنا لو بدي القياس الدائري للزاوية إيش بيساوي؟ بدي ثيتا آر. حتخلص من مين؟ من 180، قسم الطرفين على 180 بتساوي بيتا بالستين في باي على 180. طب لو بدي ثيتا بالستين ومعطيني الدائري بدي ثيتا بتخلص من مين؟ من باي، بقسم الطرفين على باي فبتصير بيتا بالدائري ضرب 180 على باي. يبقى لما بدي الدائري بضرب ثيتا 60 في الدائري 60 في الدائري على 60 180، هنا دائري في 60، ما بتضربوش دائري في دائري ولا 60 في 60، انا بتحفظ. طيب تطبيق هذا الكلام، لو كانت عندي مثلا الزاويه شايف عنده ريديان، لو كان هذا اكزامبل مثلا معطيني الزاوية بالقياس الستيني ال 30 وال 60، ممكن واخذ 45 ال 90 120، أي زاوية تيجي على بالك القياس الستيني وبدنا نطلعها من دائري نطبق قاعدة واحدة. الآن المعلوم عندي ستيني ولا دائري؟ ستيني، معنيين ستيني. والستيني بقول بالإنجليزي مثلا قلنا راديان، في راديان اللي هو الدائري وفي الديجري. الدجري هو الدرجات او الستين، تمام؟ هذه المجرى الدجريز بدنا اياها الراديان، فاول حاجه بدي رقم واحد بدي القياس الدائري للزاويه قياسها 30، مضروب 30 ضرب ابصر مين على ايش؟ مضروب ايش ضل عندي؟ بحط الباي وال 180 بضرب 60 في 60 يبقى احط هذا الباي تحت 180 واختصر هذا مع هذه صفر مع صفر 6 باي على 6 اذا 30 بالدائري باي على 6
حافظينها صح؟ طيب الستين عكس بعض 30 باي 6 و 60 باي 4 صح؟ فبيتا بدها ريحة تسوي 60 في باي على 180 هذا معها في واحد في هذا تطلع عندي باي على إن هيك راح أقول مقياس دائري من مقياس 60 إلى مقياس دائري. العكس لو أعطاني دائري وبدي أحوله ل 60 معطيني دائري وبدي أحوله إلى 60 راح تلزمني القاعدة. طيب مثال ثاني معطيني 2 change into degree change into degree الزمن الثاني الإقلام في مسافة الصحيح ولا واضح الضبط بعض الأمثلة بس شكرا عندي هنا في الكتاب معطيني جدول طويل وعريض وحول من دائرة 60 و 60 إلى دائرة حوالي 10 ولا 15 واحدة هنا أخذنا بس نماذج عشان الفكرة لأن الفكرة فيهم واحد لو كانت 200 باي و 4 وإيش كمان و 5 على 12 بدي أحول هذول إلى درجة من دائري إلى درجة يعني كنا ريال فرقم واحد بدي اجيب بيتا بالستين او بالدجري ل 2 على 3 باي بضرب في 180 على ايش؟ على الباي بختصر باي مع باي بضل عندي مين؟ 2 ال 180 اختصار على 3 1 على 3 60 60 في 2 120 درجه تمام؟ 120 طيب عندي ملاحظة لاحقا مكتوبة إذا أعطاني قياس الزاوية بالتقدير الدائري بدي أجيبه بالستين مباشرة زي ما احنا شايفين حروح الباي مع الباي يبقى كأنه الخطوة هذه هي مش هذا تصير هيك؟ يعني مثلا لما بدي أجيب 5 على 12 باي حقول 5 على 12 باي على باي حروح الباي مع الباي ايش ضل عندي؟ 5 على 12 باي فعند القاعدة بتقول إذا أعطاني الزاوية 3 باي للتحويل ل 60 عوض عن باي 180 وخلص عوض عن باي ل 180 لأنه الباي 180 ولا لا؟ شايفين لا؟ أوكي فمثلا أنا أروح على رقم 3 بيتا ب 60 لمين؟ 5 على 12 باي ضرب 180 على باي تروح الباي مع الباي فبتطلع 5 على 12 ضرب 180 على 6 2 على 6 30 على 2 1 على 2 15 15 على 5 75 ولا لا 15 على 5 75 طب مباشرة يبقى لو أعطاني زاوية الأربعة من هي؟ نخلص منها وبعدين نعمل على القاعدة أربعة ثيتا من 60 تساوي أربعة دائري ضرب 180 على باي طب الباي عندنا احنا نعرف انه الباي تقريبا 3.14 أو 22 على 7 أو 22 على 7 يعني 3.14 صحيح؟ لأن 22 على 7 فيها 3 بزيد 1 على 7 صح؟ يعني 3 والسبع والسبع هو اللي طلع 1 4 إلى آخره اوكي فهذا بدل ما احط على باي بقدر اقول على ايش؟ لانه انسى ايش باي قسمنا على باي وهذا بحط على قيمه الباي تمام؟ بنختصر بالاله الحاسبه وبنطلع الجواب. لو قال تشنج انتو ديجري وقال لي باي على 11 باي على 12 وباي على 4 مباشرة الباي على 2 بال 60 ايش بصير؟ 180 على 2 وتساوي 90 الباي على 2 بالدائري
هذا بالريديان حيساوي لنا هذا ايش؟ بالسنتين بالديكو انجاز التعب. فالباي على 2 هي 90 و11 باي على 12 من غير 11 هذا بدك تحط هذا المجموع 11 ضرب بدل الباي 180 على 12 اختصر على 6 2 على 6 30 على 2 على 2 لما اضرب على 15 هي 1 5 وزن 1 نص ذراع بس 165 ايش؟ 60 طب قديش ما تضايق عشان تصير 180 15 طب هذه قديش نصيرها عشان تصير باي؟ 1 على 12 حتلاقي 1 على 12 هي 15 لانه هذه ضيقها 1 على 12 بتصير 12 على 12 بتصير باي وهذه ضيقها 15 حتلاقي 1 على 12 باي اللي هي قديش؟ 15 طب هي 1 على 12 ضرب قديش؟ على 6 برضه رجعنا فيها 1 فيها 15 بس هيك نقدر فيها 2 فيها 30 فيها 1 فيها 15 يبقى اللي بدأنا فيه حتى الآن إنه كيف أحول من دائرة 60 ومن 60 إلى دائرة وعرفنا العلاقة بينهم اللي هي كيف اللي هي قانون الجذب أو النسبة ما بين الزاوية مقياس 60 على 180 يساوي النسبة بين قياس الزاوية من الدائرة على المول هذا خلاصة النقطة طيب نيجي لحاجة اسمها دايركت الانجل الزاوية الموجهة الزاوية الموجهة مر عليها زاوية موجهة ولا لا؟ سمعت مقياس الموجهة مقياس السالب للزاوية؟ طيب الحين نتذكر الحين نتذكر نحكي على الزاوية الموجهة قبل ما نتكلم على حاجة اسمها الستاندرد بوزيشن الوضع القياسي للزاوية قبل ما نحكي فيه بدنا نتكلم حاجة اسمها الزاوية الموجهة احنا بنعرف إنه الزاوية تعريف الزاوية هو اتحاد شعاعين في نقطة بدايتهم أي شعاعين لو اتحدوا في نقطة بداية يكونوا زاوية بس حسب الانفراد بينهم إذا الشعاعين منطبقين بتكون الزاوية صفر لو صار فرجة بينهم بصير عندك 30 20 5 10 طبعا درجات بتبدأ من بعد الصفر وبتضلها تكبر ممكن يكون زاوية قياسها 700 يعرف ازاي ايه؟ مثلا ها؟ لف بكام؟ هاي 360 تعملها كمان لف مظبوط ولا لا؟ بتلف لف فالزاوية الموجهة قبل شمالين ها؟ طيب هاي نعتبر الضلعين منطبقات على بعض بدي اثبت هاي الضلعين فوق بعض هيك بدي اثبت ضلع واحرك ضلع الآن الضلع بده يتحرك، يا إما بيتحرك لفوق يا إما بيتحرك لتحت، صح؟ حسب. فأنا الآن بقول لا الضلعين فوق بعض اللي بنصور، بخمن الخط اللي مسميه فوق بعض. تمام، هي فوق بعض. الآن لو الضلع الثاني يتحرك إلى أعلى بهذا الاتجاه بنسمي هذه الديك. هذا بنسميه قياس موجب، لأنه تحرك عكس كاونتر كلوك وايز. في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة يكون عنده قياس موجب لو تحركوا هاي الضلعين مع بعض لو ثبتنا واحد بيقدر يتحرك لتحت لأسفل يكون في هذا الاتجاه نسميها شو كانوا نسميها قياس بسموه او بنقول كلوك وايز كلوك عكس كلوك ساعات العدالة مش رقمية رقم ما فيش فيها اتجاهات ولا لا على كلوك اللي هي الاوكلوك الدائره السالكه فعكس عقارب الساعه موجب وضد مع عقارب الساعه يكون سالك ايام درسناها للطلاب في الزمانات في الثانويه كنا نقول لهم عباره بسيطه عشان يحفظوا وقت القياس يكون موجب والقياس سالك فكنا نقول لهم الشيطان مع السالك ولا مع الموجب؟ الشيطان مع الاعمال السلبيه اكيد فالشيطان مع الموجب وضد السالك مع السالب وضد الموجب بعدين صار الشيطان مضارب صار الشيطان مضارب الشيطان مع السالب وضد يعني الموجب شيل الشيطان مع
وضل عندنا مع سالم وضد موجب، يبقى مع عقارب الساعة سالم، مع عقارب الساعة سالم، وعكس عقارب الساعة موجب. وللعلم المسلمين في الكعبة لما بدوروا بدوروا في الاتجاه الموجب، والاجانب لو عارفين بخدين بالهم الاطفال يمكن كان غيروها وخلوها في الاتجاه، لكن فعلا حوالين الكعبه لو تتصور الطواف كيف يكون بالاتجاه الموجب. حركه دوران الارض حول نفسها عشان الليل والنهار برضه بتلف في الاتجاه الموجب هيك، وحوالين الشمس برضه بتلف في الاتجاه الموجب بعكس عقارب الساعه كله موجب. طيب واحنا لما بنسلم على بعض لما الناس موقفين شوفوا صوت سلم اليمين هاي موقفين بنسلم ايه؟ يعني هيك بنلف في الاتجاه الموجب. كل شغلنا احنا في الاسلام الحمد لله ايجابي، بس احنا نتبع الدين واحنا مغمضين حنلاقي الكلام 100% تمام ان شاء الله. ف ضد الشيطان او ضد عقارب الساعه موجب ومعها سلم. الضلع اللي بيطلع منه السلم بقول لي انه اثنين بجنهان، وهذا بيسموه initial position الوضع الابتدائي، يعني من هنا بدا الانطلاق. initial او initial ray شعاع الابتدائي، وهذا الشعاع الثاني اللي وقفت عنده الزاويه وصار قياسه بيسموه terminal ray اللي هو الشعاع النهائي، ضلع ابتدائي وضلع نهائي. هان هاي initial ray اللي من عنده بدا الانطلاق، وهنا terminal قياس موجب وقياس سالب. هذه بسموها زاوية موجهة. فالزاوية الموجهة هي زاوية ولكن لها اتجاه، هل الحركة مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ حلو الكلام؟ طيب كمان معلومة بقول انت من بقول انه هذا الضلع الابتدائي وهذا الضلع النهائي من عنده بدا وعند الضلع الثاني بنتهي، عشان يسموه ضلع ابتدائي وضلع نهائي. طيب ما انا قادر ارد على كلامك وامشي هيك، مش هذا هو ضلع الابتدائي؟ هذا ضلع الابتدائي، هاي بديت منها ومشيت هيك مع عقارب الساعة، اللي هذا قياس ايش؟ سالب، مضبوط ولا لا؟ تعال ممكن ابدا منها وامشي هيك، قياس ايش؟ موجب، صح؟ كل زاوية لها قياسان موجب وسالب، لو جمعت اثنين مع بعض قيمة مطلقة، لأن الموجب والسالب قوة من بعض، خذ بالك صح؟ فالقيمة المطلقة لقياس الموجب زائد القيمة المطلقة لقياس السالب مجموع بقيمة 360 درجة أو 2 باي، تمام؟ يعني مثلا لو هذه الزاوية قلنا قياسها 60 بالموجب 60 راح يكون سالب قديش؟ الملف كامل 360 يقول 220 مضبوط تطلع سالب 300. فنشيل القيمة المطلقة لسالب 300 زائد القيمة المطلقة لستين لازم يعطيني قديش؟ 360 درجة. نفس الكلام هنا على فرض هذه كانت سالب 30 هتكون هل موجب 30 مظبوط؟ اساس اني لو جمعت القيمه المطلقه زائد القيمه المطلقه يعطيني قديش؟ 30 اوكي. يبقى الان عرفنا ان في حاجه اسمها زاويه موجهه، عشان في زاويه موجهه يبقى في تسميه حاجه اسمها ضلع ابتدائي في ضلع نهائي، تتحرك الزاويه من الضلع الابتدائي نحو الضلع النهائي حسب اتجاه الحركه. قد يكون القياس موجب وقد يكون سالب، كل زاويه لها قياسان احدهما موجب والاخر سالب، ومجموع القيمه المطلقه الهن تساوي 360 درجه. ممتاز. هذه النقطه ايش بنسميها؟ راس الزاويه، صح؟ راس الزاويه، وهذا ضلع وهذا ضلع. في الزاويه الموجهه بصير اسمه ضلع ابتدائي وضلع نهائي. الان نروح لهذه اسمها الستاندرد بوزيشن او الوضع القياسي. متى يقال ان الزاويه الموجهه في الوضع القياسي؟ لازم نتحقق شرطين. اول حاجه راس الزاويه
هو نقطة الأصل اللي هي مين؟ الأوريجين الأو. اثنين الضلع الابتدائي أو الإنيشيال هو محور السينات. ايش نقول محور السينات الموجب لحاله الكفيف؟ لازم ابدا من عند الصفر، لازم يكون الراس الصفر والشعاع في هذا الاتجاه من هذا ونهاية الـ وهي الـ X. لازم يكون الراس ينطبق على الاوريجن وهذا الضلع الابتدائي يكون تمام. لازم نتحقق طلب الشرطين ان الزاويه عندي تكون في الستاندرد. أو الوضع القياسي. طيب خلاص مكتوب كلام هذا عندنا. تساوي كذا بعلاقه الثيتا عاده احنا ناخذها بالقياس الدائري
ما لم يذكر خلاف ذلك. تمام؟ يعني لو قلت لك الوزان 60 خلاص بكون واضح انها بالدرجات، لكن بصفة عامة الزوايا بنعتبرها بالقياس الايش؟ الدائري بصفة عامة. زي ما قلت لك ليكن س عدد ما، أي عدد، مجرد ما اكتب عدد بتبادر للذهن مباشرة انه عدد حقيقي، مش شرط يكون عدد صحيح أو نسبي، صح؟ فدائما الإكس تعتبر عدد حقيقي ما لم يذكر خلاف ذلك. هذا جاء في الكلام انه إذا ذكرت زاوية نعتبرها بالقياس الدائري ما لم يذكر خلاف ذلك. هذا قياس 2 باي. طيب لو فوق 2 باي مشيت كمان اعتبر هذا الجزء هذا لحاله باي على 3 يعني 70 درجة. 360 زائد 360 زائد 30 390. طب اللغة الباي 2 باي زائد باي على 6 صح؟ طب ما هذا عبارة عن 12 على 6 هلا؟ مش 12 على 6 12 1 13 باي على 6 تمام؟ يعني بدنا نعمل لفة كاملة وبعد اللفة بنزيدها لو عملت لفة كمان لفة وبعدين اطلع لنا مثلا 720 زائد احنا بنتعامل مع ال 60 اكثر عشان نستوعب الارقام الباي ما لهاش دلاله رقميه عندنا لا نعتبرها بالباي بالله من قرب بزيد عن اللي قبله الباي على 2 يعني 90 صفر باي على 2 نص باي ونص باي 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 ونص باي ونص هي 3 باي على 2 هي 1 ونص 1 ونص ونص 2 باي و2 ونص 3 يعني 2 باي زائد باي بعدين 3 باي. حلو الكلام؟ خلاصة الكلام انه يقال ان الزاوية تقع في الربع الاول او الثاني او الثالث او الرابع حسب الطلع النهائي ده. خلص. طيب في عندنا احنا اقترانات مثلثية مرت علينا سابقا وعادة كنا نعرفها او نوجدها من خلال مثلث قائم الزاوية. اقول جيب الزاوية او جتا الزاوية. الجيب بيساوي المقابل على الوتر، الجتا بيساوي المجاور على الوتر. طيب نستخدم بس هذه بالعربي على السريع. لو كان عندي جيب سين فبعد اقول الجيب بيساوي المقابل على الوتر، لازم جيب ده حاجه ها؟ جيب سين جتا سين المجاور على الوتر، ضل سين المقابل على المجرد او جيب سين على جدا صح؟ شو جيب على جدا؟ طيب بالانجليزي عارفين على الاله الحاسبه الجيب يا صاين الجتا صاين والدل تان ممتازين. طب مقلوب الجيب هو القتل فيش واحد على ايش رمز بالانجليزي؟ اخذناه ايوه سي اس ليه كوسيكنت كوسيكنت. طيب مقابلها مقابل الجيب عندي قتل سي اللي بتساوي ايش؟ الوتا خلص في واحده مقلوبه الجتا اه اللي فيها تا مقلوبه مش فيه واللي مش فيه مقلوبه فيه الضغط الضغط كان عامل صح؟ مع بعض دائما بنسوي لنا مين؟ المجاور على المقابل او جاتا سين على الجيب يعني مو فتحه هذه مضبوط لان الفصل يعني الوتر على بالانجليزي الان بالانجليزي ساين اكس. لو كان عندي مثلث قائم الزاويه مثلث قائم الزاويه او حسب الرسمه اللي مرسومه قدامنا رسمنا دائره مش دائره دائره مسطوره ار
نص قدرة R، وبالتالي نقول من هنا لهنا R، ومن هنا لهنا R، ومن هنا لهنا سالب R، ومن هنا لهنا مظبوط. وهنا نقطة الأصل، وهنا X، وهنا Y. لأن لو رسمت زاوية في الوضع القياسي تقع في الربع الثاني مثلا تجاوزا، نقول هذه الزاوية هذه قياسا. قياسا موجب ولا سالب؟ موجب لأنها عكس حركة عقارب السماء. تمام؟ على فرض أن الضلع النهائي يقطع هذه الدائرة في نقطة ولتكن إكس وواي. لو نزلت هنا إيش الرقم اللي هيكون؟ إكس. لو نزلت هنا هيكون واي، صح؟ بس أكيد إكس بالسالب وواي بالموجب حسب الرسم، لكن إحنا بنحكي بصفة عامة. لأنه هذا الضلع من هنا ومن هنا ومن هنا. إحنا بنحكي بصفة. لما بدنا نتكلم عن الزاوية ممكن نتكلم عن مكملتها. هل في علاقة بين جيب الزاوية وجيب المكملة؟ جيب سين زائد باي شو بيساوي جيب سين؟ مر عليكم. جذا الزاوية جذا السين زائد باي بيساوي ناقص جذا سين. حاجات سهلة تكتب محدية حد شيء حد شيء. لا بعطيك قاعدة تدبوا اللوح من هذا النوع كله وجاوبوه بكل سهولة إن شاء الله كله بسيط. فإحنا نتكلم الآن على الزاوية بدلالة المكمل تبعها إنه معنى الله. حلو الكلام. بس هذا الكلام نعتبره سابق الأوان شوية، بس إحنا حبينا نعرف إيش رموز الاقترانات مثلا. حل أرجع لها حرجع لها فيها ونقلب كده شغلات الباب هنقول خلصنا منه. الآن بدي الاقتران المطلوب. الاقتران المطلوب ساين إكس. إيش مطلوب هذا؟ بلاش كوزاين إكس. إيش مطلوب هذا؟ تان إكس. التان قلت تان بيقربوا لبعض. تان وتان ضوء قدر. بس الجا والقدر بيقربوا لبعض زي الجا والمعنى. التان إكس مطلوبها كوتان إكس. صح؟ هذه مطلوبها وهذا مطلوبها. اللي فيها سي مطلوبها مش في سي. اللي مش فيها سي مطلوبها في سي. هذه وهذا مطلوبها في سي. هذه اس. هذه كوسيكنت اكس. كوسيكنت اكس هنا سيكنت. وهنا كوتان اكس. سيكنت لحالها تعني القاطع. القاطع على الزاوية. قاطع أخذناها رمز إيش؟ قاط. والقاط هو مقدور الجذر. صح؟ هنا كوسيكنت بيسموه. اللي هو قاطع تمام الزاوية. فأخذوا القاط والتاء. قاطع تمام. أخذوا القطع. فالقطع هي الكوسيكنت. تمام؟ فأنا عندي هنا الكوسيكنت هو القطع والسك هي القاء. فالصاين مطلوبة كوسيكنت والكوساين مطلوبة سك والتان مطلوبة قطع. وقت ايش هذول الاقتران تكون موجودة عندي؟ موجودة عندي إذا كان إذا كانت معرفة. ايش أنا؟ ايش أنا كان معرفة؟ أحيانا بكون عندي صاين الزاوية صفر. الصاين الصاين عبارة عن ايش على ايش؟ مين عن مين الصاين؟ مقابل عوضة. مقابل على وضع. فلما يطلع صفر، طب ما الصفر هو عبارة عن ايش قلت لكم؟ شوفوا مثلا لو قلت لكم ساين التسع، ساين بلا ساين التسع. ساين الباي. ساين الباي. قد ايش ساين الباي؟ صفر. ساين الباي صفر، صح؟ عارفين ولا على الآلة شغالين؟ تبسوا على الآلة مباشرة أصلا مع غيرنا. نعم صحيح. 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 صحيح.
تمام؟ هوب. طيب فهمتوا اللي قالوا لازم تذكر الازواج المؤدب 1 و0؟ عارفينها ها؟ اقول لكم اياها هسه على السريع. الان لما برسم الاحداثيه للمحاور يكون عندي هنا او اكس هنا او واي صح؟ الان بتصور ترسم خط مستقيم او اي منحنى شبه الرقم مستويات الاحداثيات 1 2 3 4 1 2 3 4 سالب 1 سالب 2 الى اخره. فهذا فيه نقطة واحدة هنا عند الواحد ونقطة واحدة هنا عند الواحد ونقطة واحدة هنا عند السالب واحد ونقطة واحدة هنا عند السالب واحد. تمام؟ هذه النقطة احداثيها الصادقة قد ايش؟ صفر. هذه من الواحد صفر على الواحد. يبقى هذا زوج مرتب عبارة عن واحد هذه صفر صفر وواحد هنا سالب واحد وصفر هنا صفر وسالب هذه الزاوية المنحنى منطبق على بعضه لا صفر ولا 2 واي صح؟ زاوية موجهة فتحة الاكس صارت 90 اللي هي واي على 2 ونزلت كمان صارت مستقيمة هذه الباي هاي 3 واي على 2 وعرض السفرات صارت 2 واي تمام؟ هذا الأزواج المرتب 1 2 3 4 على صورة كوساين الزاوية كوساين الزاوية فانت لو بتجي لهان ايش الكوزاين؟ سالب واحد. كوزاين الباي سالب واحد. ساين الباي الساين هو على اليمين والكوزاين على الشمال. طيب لا لا الصفر وزاين الصفر واحد وزاين الصفر صفر نفس الكلام للاثنين واحد وهكذا. طيب لو قلت تان الباي على اثنين تان التسعين اللي هو الظل مين على مين؟ الظل ساين على كوساين ساين على كوساين وصلت ولا لا؟ يعني واحد على صفر قول اسالني مظبوط؟ اه الظل المقابل على اسف الساين على كوساين والكوتان الكوساين على الساين صح؟ يبقى بالنسبه للتسعين الظل او التان ساين اكس على كوساين اكس واحد اسفل بيكون غير معقد بيكون غير معقد وهكذا وبالتالي احنا جبت الست اقترانات مثلثيه للتسعين اي سبب الكوساين والساين والتان صح؟ ومقلوباتهم كل هذه تعتبرها واحد على واحد وهذه صفر على واحد الساين واحد والكوسيكت واحد الكوساين صفر والسك غير معرض واحد على صفر التان غير معرض لكن الكتان صفر الظل واحد على صفر والكتان اللي هو الضاد صفر على واحد صح؟ وهكذا يبقى ست اقران مثلثي لها وهذا جبت لها ست وهذا جبت لها ست وهذول جبت لكم واحد ست يبقى بقدر ادل النوع على الكلام صح؟ اوكي خلصنا من هذا النوع كيف؟ ثالث ألف بالعربي. لا لا بالإنجليزي أنا فاهم. أنا بكتب بالإنجليزي. هيك بالإنجليزي أنا فاهم. يعني هيك ثلاثة صفر صفر مش ماذا اليمين. صح؟ مش ماذا اليمين. أنتوا بالعربي كان جد زيد جد زيد مش جد زيد. في ترجمة فورية أنا بعرف مش طيب أوكي. فالان هذول خلصنا طبعا في بعد هيك بعد هيك في عندي زوايا خاصه اللي المثلث اللي هي ال 30 وال 60 في مثلث واحد المقابل زاويه 30 نص الوطن لو كان هذا واحد يبقى هذا اثنين عارفين قوس 4 ناقص 1 3 تحت الجذر صح؟ هذا المثلث من 30 بيجيب الساين والكوساين والضل ومقلوباتها يبقى هذه لل 60 ولا 30 نفس الكلام لل 45 واحد واحد 45 يبقى هذا 45 جذر الاثنين بتجيب الست اقترانات الها يبقى ال 30 وال 60 وال 45 في زوايا خاصه كثير كمان ممكن نجيبها بدلاله هذه الزوايا الموجوده قبل ما نتشعب وروح
وقتها يكون كويس. في عندنا مثال الآن بقول لي أوجد لي ساين الباي على أربعة، يعني بده جيب باي على أربعة قديش؟ 45. باي على أربعة 45، باي على ثلاثة 60، باي على ستة 30. أوكي، فبده الساين، بده الكوزاين، بده التان، كله بيجي جاهز من الرسم. لو قلنا ساين الثلاثين، ساين الثلاثين اللي هي ساين باي على ستة، ساين الثلاثين نص. انتم متعودين عليها 5/10 صح؟ بس انا متعود عليها من المثلث 1/2. طيب عارفين الزوايا هذول اللي 90 والصفر وال 180 وهذول ايه المثلثات؟ مر عليكم المثلثات تبعتها؟ مثلث للزاوية صفر؟ لا. طيب أعتبر الآن لو طبعا الزاوية صفر بكون الضلعين ايش؟ منطبقين على بعض، فيش زاوية بينهم والا كانت تطبقت صفر. الآن لما تكون صفر اعتبروا هذه الزاوية المحصورة بين، لما ينطبقن على بعض بصير صفر، لما يبعدن عن بعض بصير فيها انفراد. هذا لما يكون منطبقات بكون طول صفر، اللي هان لما يفتح لما يرجع برجع صفر. فأنا بدي أعملكم زي هيك، بدي أقول لكم هي مثلث وهذا طول صفر، تصور مثلث وهمي تمام؟ طب هذا الضلع وهذا قد بعض، لأنه في الأصل منطبقين على بعض، ولا لا؟ لو اعتبرت هذه الزاوية قائمة وهذه صفر، معلش صفر خليها ما بدها الأرض، لو كان قياسها صفر حتكون هذه 90، صح؟ اه يبقى 90 القائمة، مثلث وهمي بحت. الآن هي مثلث، هي الزاوية صفر. لو بدي يا هم يا هم، هي الزاوية صفر. ايش الكوزاين لها؟ كوزاين واحد. هاي الكوزاين المجاور على الوتر واحد. الساين مقابل على الوتر صح؟ نفس المثلث بينفع للستة وللتسعين. اشوف ايش ساين التسعين مقابل على الوتر واحد صح؟ واحد. تقدر طلع من هذا المثلث للستة وللتسعين ال 180، ال 180 عبارة عن ضلع والضلع الثاني عن ثلاثة، صح؟ اسبطوا لي 180 زاوية مستقيمة، صح؟ إذا درستوا ميكانيكا أو استاتيكا كنتوا تعتبروا اتجاه معين موجب اللي عكسه اتجاه الحركة، معادلات الحركة وغيره، اللي عكسه بيكون سالب، صح؟ فأنا لو اعتبرت هذا الاتجاه الموجب حيكون هذا مشى الاتجاه السالب. ليش؟ عشان عملت مثلث وهمي برضه لل 180. ال 180 هو نفس المثلث سالب، بس اللهم انه هذا طول السبب وهذه القائمه الوتر واحد، هذا بيكون سالب واحد مش بعكس الاتجاه، ونعتبر هذه هي الزاويه الواي، وهذا صفر معلش. هي ال 180، هذا مثلث وهمي لل 180، المجاور بحط سالب واحد. ايش الكوزاين؟ ها سالب واحد، ها مجاور على وتر. ايش الساين؟ صفر مقابل على وتر، صفر. يبقى انا عندي مثلثات بنفع بدل او هذه اللي بنفع. هذا عندنا معلومات زياده عشان تساعدنا بدل ما استخدم الاله الحاسبه. يعني انا بتصور هذا الكلام او على الارباع للزوايا الربعية بشتغلها أسرع ما تكون الآلة الحاسبة وتشغل دون الدورة على الزراعة. لو تصور واحد شغل بجاوب هذا الكلام مو ماشي. طيب ليش الظاهر عندنا كثير منه؟ عشان الظاهر عندنا وضع كفاية. هذا كان قصد الزميل في الأربعة مضبوط؟ فوق الإطارات المثلثية احنا مش حنطلب منكم كيف رسمها، لكن من الرسم احنا ممكن نطلع الدومين والرينج من خلال الرسم. الدومين والرينج للساين والكوزاين رسمناها؟ لا من غير رسم. انا بعرف
سالب واحد. انا واحد الصاين تبدا من الصفر تنزل للسطح، وهنا تنزل وتطلع، وهذا صح؟ تمام. هاي الصفر تطلع من بين الواحد والسالب واحد. ايش الدومين هنا؟ طلع راح الدومين. الدومين عم يوقف السالب هنا، هذا يعني اه الدومين كل اه الرينج عم يوقف السالب واحد لواحد كلوز انتربل. مظبوط؟ لا مظبوط. اوكي طيب كلوز في سالب واحد، يعني عند التسعين الباي عدين بتاخذ واحد بتاخذ ايش؟ انا عندي هذا رسم الواي تساوي ساين اكس، يعني لو قلت لي ساين الصفر بقول لك صفر، ساين التسعين واحد، ساين الباي صفر، ساين السالب ثلاثة باي عدين سالب واحد، وهي اثنين باي، ايش ساينها؟ صفر. ساين الصفر وهان سالب باي على اثنين، وهان سالب باي، وهان سالب ثلاثة باي على اثنين، وهان سالب اثنين باي، وهكذا. يعني فترة مغلقة، الرينج من سالب واحد لواحد فترة مغلقة. طيب، معنى وقت كثير، نشرح اللي هي ايش؟ كيف نرسم المقلوب تبعها؟ كيف ارسم مقلوب بالزاوية؟ طبعا ما اخذتوش انت رسم المقلوب، الصاين والكوزاين عندي فكرة عنها، ممكن ارسم واضح انه طرف هذه ولا لا؟ عندنا مادة حول نقطة الوصل، هذا يعني هذا حول نقطة، لو وصلنا نقطة الأصل تلاقي هذه النقطة. طيب أشوف كيف بدي أرسم المقلوب تبعها بس على السريع للعلم بس، يعني لو طلعت فيها يكون عندكم فكره كيف نوصل. الان انا بدي هاي سالب واحد، وهنا ناقص واحد، هاي صفر، هاي اكس، هاي واحد. طيب هذا المنحنى بدي اجيب رسمة ايش مقلوب الساين؟ كوسيكنت كوسيكنت اكس كوسيكنت اكس، كويس؟ بدي اجيب هذا المنحنى. الان بدي اجيب مسمار واثبت مسمار وشاكوش، اجيب المسمار اثبت عندي الواحد. ليش؟ لأنه قبل شوي أنا بقول ساين التسعين قديش؟ الباي على اثنين. نرجع هاي مش هي الزاوية المرتبة تبعنا؟ تبع التسعين مشان؟ مشان الصفر واحد، وهذا كوساين وهذا ساين، يبقى الساين واحد. صح؟ طيب الكوسيكت الله أكبر، مش مقلوبها؟ برضه واحد، مش مقلوبها؟ الساين باي عدلين واحد، المطلوب برضه واحد، يبقى سواء مع الساين او مع الكوسيكات واحد، عشان هيك انا بثبت عند الواحد ها 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 بجيب مسمار وشاكوش وبدق بثبت هاد بثبت هاد وهاد وهاد وهكذا على طول الرسم. حلو الكلام؟ وين غير معرض؟ الساين عند صفر صفر مقلوب غير معرض؟ صح؟ بقول اه هات القص وقص من هان ومن هان. الان هذا الخيط بدل ما كان هيك ومشدود هان وهان تنبت ارتفع بدمسكه واقلبه فوق اقلبه فوق كله. طيب شوف شوف الان الباي ايش ساين الباي؟ ساين الباي صفر. ساين الباي يا ناس، هاي الباي هنا سالب واحد صفر صح؟ هاي الساين صفر، ايش مقلوبه؟ واحد على صفر غير معرف، يبقى المقلوب غير معرف عند الباي. وبالتالي انا بدي اجي لو قلنا هنا وين هنا؟ لو قلنا هنا الباي على اثنين، هنا بكون عندي ايش؟ الباي وهنا ثلاثة باي على اثنين، وهنا اثنين باي، وهنا ثلاثة باي على اثنين.
عند الباي نقطتان هذا بكون غير معرض، برسم خط متقطع. كويس؟ عند اثنين باي خط متقطع. عند الصفر اعتبروه خط متقطع لانه عند الصفر برضه غير معرض. كمان هاي سالب واي على اثنين، وهنا سالب واي برضه خط متقطع، ولكن كمان تلقى. الان انا جيت قصيت من هنا ومن هنا ورفعت الخط لفوق، هذه بتكون هنا عند الباي على اثنين عند الواحد مسافه تجيني بالصوره هذه. ممنوع تقطع الخط المتقطع، يقترب منه دون ان يمسه، هذا ممنوع يقترب منه دون ان يمس الخط، بنسميه خط تقارب لا يحتمل. تمام؟ هذه رفعته فوق، هذا مثبت هان وقصيته من هان، ايش بصير في هذه؟ بصير تحت عند مين؟ ثلاثة واحد اثنين، هاي ثلاثة واحد اثنين، تنزل لي هنا هيك وهنا هيك. تعالوا هنا ثلاثة واحد اثنين، بصير واحد هو وين احنا قلنا؟ معلش بحور الواحد ثلاثة. احنا عملناها عند الواحد أو عند السالب واحد. هنا كمان السالب واي على اثنين، وين؟ سالب واحد، هاي السالب واي على اثنين، هون على بالنا سالب واحد بتنزل بالصوره هذه، مظبوط؟ ثلاث واي على اثنين زائد ثلاث واي على اثنين فوق عند الواحد، هاي ثلاث واي على اثنين في هنا عند الواحد هي رسمة الصوره هذه هيك، وهنا خط هاي رسمة السي الكوسيكا. ايش الرينج تبعها؟ طب الدومين، الدومين الدومين ار ما عدا ايش ار ما عدا الزوايا الرجعيه اللي هي مين عندنا الخط المتقطع سالب ان باي سالب باي سالب باي صفر باي يعني انا بقول صفر وزائد ناقص باي زائد ناقص 2 باي زائد ناقص مضبوط ولا لا؟ يعني بقدر اقول صفر زائد او ناقص ان باي حيث ان عدد خلينا نقول عدد طبيعي او عدد صحيح غير سالب، ممكن تاخذ الان بصفر ممكن تاخذ واحد اثنين ثلاثه او اعتبرنا الان من الواحد بقدر نقول الصفر والباي واثنين باي زائد او ناقص. هذا الدومين الرينج ممتاز. الرينج الرينج ار نعم الواحد السالب واحد داخلات معي في الدومين، يبقى مش لازم اشيله، بعملها اوبن اندر صح؟ هذا كرينج مكتوب هذا الكلام ومحلول. طيب بكفينا هذول مش مطلوب كثير غير انه نتعرف كيف بتلتزم، اخذنا فكره هيك نوعا ما سهل القصه، نثبت الواحد هذا لانه مقلوب وثابت برضه حيضل واحد، ونبص عند الصفار لانه غير معرف، وين في صفار بعد الخط متقطع سواء للصاين الصاين ما فيش صاين فيها وكل واحد فيها صفار اذا اصفار مفروض تكون غير معرض بعد الخط متقطع وبنعين الدومين والرينج. طيب نروح الان لحاجه اسمها اشاره الاقترانات المتنابيه بالارباع. كل جاء ظالم جاء متلعبين على المدرسه. طيب The signs of trigonometric functions and the quadrants. إشارات القرارات المثلثية في الأرباع. إحنا اتفقنا على إنه بقول إن الزاوية تقع في الربع الثالث إذا كان ضلع النهائي يقع في الربع الثالث، صح؟ بقول تقع في الربع الأول إذا كان ضلع النهائي يقع في الربع الأول. إحنا عارفين قاعدة كل جائر ظالم جائر ظالم، صح؟ وكل واحد معه مقلوب، انا الكل الستة الثلاثة الأساسيات ساين وساين تان ومقلوبات كله موجب. في الربع الثاني الجيد والقلب هذا بالعربي صح؟ والله والضجة والجدة والقلب بالانجليزي طبعا سهل انتاج. وهنا في عندي قاعدة ثانية بسموها كاست. ايش يعني كاست؟ بقولوا عملنا الأرباع الأربعة
وبدينا هنا من السي اي اس تي كاست سي هل تعرف صانع والاي تبعت الكل الكل هان تبعت الصانع هان تبعت الدم هاي قاعده الكاست يعني تعلموا قاعده جديده اخذنا كل جائب غالب وكل جائب ذو غالب اللي هو جائب ثلاث سمعتوا فيه وهي كاست كمان كله بيؤدي لنفس المفهوم انه في الربع الاول كل النسب او الاختلاط الثلاثيه موجبات في الربع الثاني الصاين والكوسيكنت موجبات والباقي سالب في الثالث التان والكوتان موجب والباقي سالب الكوساين والسيك موجبات والباقي سالب تفضل مين؟ لا 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 احنا شغالين استنى شوي استنى قبل اقول يعني مش كل ترتيب المربى مش كل حاجه هذا الصفر وهذا اكس وهذا واي وهذا ايش؟ اكس السالب وهذا اكس السالب ما علينا الان بحط الارقام بس بحط واحد اثنين الى اخره وهذا واحد اثنين هذا اي اكس واي واي اكس اكبر من صفر اكبر او تساوي صفر لا ماشي في الربع الاول واي اكبر او تساوي صفر في الربع الاول عشان نخلص من الربع الاول شوف الربع الاول ها اللي كله موجب خلصنا كله موجب بعدين الان لو قلت لك هاي اخذت انا نسبه 30 3 5 و 4 5 هاي نقطه نقطه تقع في هذا المستوى بتلاقي انه الكوساين موجب والساين موجب صح وبالتالي مقلوبها موجب مقلوبها موجب والظل موجب وكله موجب ليش؟ لانه الارقام في هذا الربع موجب الكل موجب والاول موجب ما ينفعش احطها هنا معناها بتصير هذا اكس الموجب وهي اكس السالب خلص الدنيا كلها مش لهالدرجه ترجم كثير كويس لازم تجيبها خالص يا عمنا خلينا في حدود المعلومه اوكي طيب هيا الاربع الان خلصنا هذا القصه معروف عندنا من الاول في اكزام على هذا الكلام وانا بدي اعطيك بناء على المعلومات اللي اخذتها بدي اعطيك نسب مثلثيه وتجيب لي نسب مثلثيه اخرى هذا المثال ممكن ناخذه ونخدم فيه يعني ان شاء الله بالوقت بنحاول نخلص اكزام بيقول الاكزام بيقول لي when of sin x cosin x and tan x is given انا هعطيك sin او cosin او tan إذا بعطيك واحد بدك تجيب الثنتين البنيات، أعطيك ساين، تقدر تطلع الكوساين والتان، أعطيت الكوساين تجيب التان والساين واحد. طيب، المثال الأول بقول لي معطيك رقم A ساين X يساوي 4 على 5 حيث X تقع في أي ربع؟ باي على 2 وباي، الباي على 2 والباي في أي ربع؟ بالتالي احنا عندنا حرس الحدود هذه سبب هذه باي على 2 هاي حدود حرس حدود الربع الاول الربع الثاني باي على 2 وباي الثالث باي الثلاث باي على 2 الرابع ثلاث باي على 2 واثنين باي صح؟ اول سبب هاي حدود الاربع الان بقول لي الاكس تقع في الربع الثاني واذا كانت في الربع الثاني لازم يكون الساين لها موجب والموسيكنت موجب والباقيات سالب. طيب عشان الرقم هذا يساعدني وتحديد الربع يساعدني بدي اخذ باقي. بدي اصل مثلث بحيث انه يكون المقابل اربعه والوتر خمس مش مقابل اربعه على وتر ولا لا؟ لازم يكون المجاور عندك يطلع ثلاثه. اوكي. الان انا بقدر المصدر ساين اكس هو المقابل على الواحد معلش بيساوي لي 4 على 5 صح؟ اذا المجاور من فيثاغورس 25 ناقص اي زاويه الوتر وتر ما فيش يبقى هي المقابل وهي المجاور علم الوتر والمقابل اذا المجاور يساوي جذر الوتر تربيع ناقص يعني جذر
هذا 9 اللي 25 ناقص 16 تطلع لي 3. اذا المجاور قديش؟ 3. بسيطه هذه. اذا عرفت المقابل والمجاور بقدر اجيب الوتر، لو عرفت الوتر والمجاور اجيب المقابل واحد. الان كيف بدي ارسم المثلث؟ لما برسم المثلث في مستوى الاحداثيات لازم يكون عندي بدي احقق شرطين مهمين. تمام؟ الرسم السيبي كمل الكلام. مشروح قاعده طويله عددها قد بدكم اياها طويله لو طلعت هنا بكون اريح لك من انك تطلعها. اول حاجه بدي ارسم المقابل للزاويه دائما يوازي محور واحد اللي احنا بنسميه الواي اكسس. المقابل للزاويه يوازي محور واحد، هذه اول حاجه. اثنين، المجاور ينطبق على محور اكس او اللي احنا بنسميه اكس اكس. المجاور طبعا عندنا الحين مقابل وتر مجاور صار عندنا. لما ارسم المثلث صح اللي بدي اطلع منه النسب المثلثيه الجيم والجذب والضوء والقطب والصال والكوزاين والسيك والحدد لازم ارسمه صح ووزع عليه الارقام صح بصير عندي سهل جدا بعد هيك الكلام. طيب رقم ثلاثه نضيفها الوتر موجب دائما في اي ربع تقع الزاويه دائما الوتر بده يكون موجب ما لهش علاقه بالاشاره. حلو الكلام؟ طيب الان كلمتين بدنا نمسحهن. لو كانت الزاويه تقع في الربع الاول ربع الاول راسها دائما ضد الاصل، واحنا اتفقنا ان شغالين على الوضع القياسي صح؟ طيب زاويه تقع في الربع الاول بدي ارسم المقابل لها بدي يوازي محور واحد. هي مقابل والمجاور ينطبق على محور اكس بغصب عن نهايه. اذا هذا وهذا يبقى هي الوجه. اي الزاويه؟ يبقى هذه الزاويه ثيتا تكون هنا مقابل وهنا مجاور وهنا محور. حلو الكلام؟ في هذا الربع الارقام تبعت الاكس موجبه ولا سالبه؟ وبتاعت الواي موجبه. يبقى المقابل والمجاور لازم يكون الموجب. تمام؟ طيب لو كانت الزاويه في الربع طبعا هنا الاكس موجب والواي موجب، يعني المقابل والمجاور. لو انا في الربع الثاني الزاويه يعني بتجيني هنا هيك صح؟ في الربع الثاني هاي راسها يبقى هي المقابل ماله؟ توازي محور واحد. تمام؟ والمجاور ينطبق على محور اكس يبقى هي المجاور غصبا عني صح؟ يبقى طلع على ايه؟ اي محور. يبقى هي الزاويه تتعامل مع هذا المثلث القائم وما دام بيوازي محور واي يبقى عمود على محور اكس معي؟ ما دام تكتب ولا لا؟ واضح هنا انه اكس سالبه واي موجب يبقى المقابل بده يكون موجب والمجاور سالب. حلو الكلام؟ والوتر ما هو موجب دائما. لو أدت الزاوية الربع الثالث يبقى هي رأسها وهي ربع. حرف أول حاجة إيش؟ المقابل دائما أنت فيه عشان ما نغلطش نروح نرسم هنا أو هنا. المقابل يوازي محور واي والمجاور ينطبق على محور إكس يبقى هيو هذا مش محور إكس هذا محور واي يبقى ينطبق على محور إكس هي يبقى هي المجاور هي المقابل يبقى هي الوتر. في هذا الربع الاكس سالبه والواي سالبه، هحط هنا رقم هي، هقرا سالب وهنا سالب، يبقى الاكس سالب والواي سالب، تمام؟ في الربع الرابع هي الربع الرابع هي الراس حرسم المقابل موازي محور واي سيجما منها ولا والمجاور ينطبق على اكس يبقى هي الوتر وهي قائم يبقى الاكس موجب والواي سالب. حلو الكلام؟ احنا الان في اي ربع؟ في الثاني يبدا هاي ربع الثاني نمسح كلنا منها وكلهم ان شاء الله من غير ما حد يصور ولا يكتب خذوها فيديو على اليوتيوب ان شاء الله. فيعني بدل ما تسجلوا ولا حاجه ولا تكتبوا
مكتبه هنا كله جاهز ان شاء الله تصور الان بدي ارسم المحاور هاي محور اكس وهي الاوريجن وهي واي الان انا الزاويه تبعت الربع الثاني يبقى حرصه بالمقابل وهي الراس يبقى اكيد هنا المجاور الان المقابل اربعه والمجاور ثلاثه انا بدي اكون المقابل افضل منطقيا مش كلي صح هذا حيكون اربعه وهذا حيكون ايش صح ولا لا ليش سالب لانه النص هذا اصلا حتكون عند السالب ثلاثه فانا بكتبها هذا سالب ثلاثه وهي مين الوقت قديش بيقولوا خمسه من الضيع يبقى هي الزاويه وهي القائم هي ثيتا او اكس اكس عندي اكس يبقى بدنا نجيب ايش السؤال قالوا اذا اعطيته الساين بدي كوزاين اكس ايش بيساوي وتان اكس ايش بيساوي مجاور على واحد والتان المقابل ما ينفعش نخلي السالب في المقام نحطها للكسر او للمقصر صح هيك واضح الكلام؟ طب طلع عندي في الربع الثاني الساين موجب والكوزاين والتان سالبات 100% هذا بتفق مع الكلام اللي احنا عارفينه صح؟ عشان هيك انا هاخذ بعين الاعتبار الاشاره نشوف بي نشوف بي بي بقول لي تان اكس بيساوي 3 تان اكس بيساوي 3 والاكس تقع هي ربع 3 ورجعنا ثبت حرب 3 الظل بنفع ياخذ اي قيمه بنفع لانه قاعد الرينج تبعه بنسيب اللي رايح على 2 فاي ربع ممتاز ربع الاول يبقى هروح اعمل الارباع وهي الربع الاول هي الراس ارسم مقابل له صح الظل مين عمين بالعربي الضيف المقابل عم يجاور هاي المجاور المقابل يبقى هذا ضمير مستتر مقديره واحد يبقى المقابل ثلاثة والمجاور واحد هذه قائمة من تدرس صدر أقول له تان إكس شوي بس يساوي المقابل على المجاور ويساوي ثلاثة على واحد معروفة مين الموجود عندي؟ إذن الوتر بيساوي جذر التربيع الأول تربيع زائد الثاني تربيع للقاعدة يبقى بكتب على هذا جذر 10 خلص الصورة هاي الإكس وفي الربع الأول بقدر أجيب معطيني التان إيش أجيب؟ ساين إكس إيش بيساوي؟ المقابل والكوزاين المجاور على الوتر كتبت الكلام حلو؟ نشوف المطلوب سي هذا المطلوب معطينا كوزاين اكس سالب 12 على 13 سي كوزاين اكس يساوي سالب 12 على 13 والاكس تنتمي الى الربع باي الثلاث باع اثنين ربع الثالث صح؟ يبقى هروح على الثالث هنا ارسم المقابل صح؟ وهي المجاور نصف طيب انا بدي اقول له كوزاين اكس بتساوي المجاور على مين؟ ويساوي سالب 12 على 13 مين المفروض عندي؟ المقابل المقابل يبقى المقابل حيساوي الوتر تربيع ناقص 12 تربيع 169 ناقص 144 25 والوتر الوتر دائما موجود الوتر معي يبقى المقابل 5 والمجاور 3 يا لطيف اجانا هيك عشان يكون المقابل 5 بده يكون صغير خالص قياسا هذا 12 مش المجاور 12 وبالسالب مش الربع الثالث الثنتين سالبات على فكره ولا لا؟ الربع الثالث السين سالب والصاد سالب هذا بيكون عندي خمسه بالسالب وهذا بيكون ايش؟ الوتر هاي طالع طول ويز ايش؟ 13 هاي الاكس تبعك واذا عملنا المثلث نحل السؤال
عندي الكوزاين يبقى ساين اكس ايش بيساوي؟ ساين اكس مقابل على الوتر والتان المقابل على المجاور، ولازم يطلع المجاور لانه الضرب الربع الثالث موجب. تمام هيك؟ طيب نكون وقفنا عند نوتس 19 ان شاء الله بكثر عندنا. يعطيك العافيه. هيك نحن نكون خلصنا، كان عندنا يعني نقطه بسيطه في